الأطباء ما زلنا بما فيهم طبيب الرابع عمر وبروفيسور بقادة محمد طبيب دكتور برقي طاقم تمازونة وعندي نزيف تماما خلال الإجراءات الطبية اكتشفت هذا المرض الحمد لله. وشحال عدوا اللي اكتشفوا؟ جبزك؟ دمي بادر 2022 صح. ومن بعد العملية شحال موراها بدات فيها؟ طولتي ما طولتيش؟ عندها سمانة داروا لها عملية سمانة؟ أيوا مستشفى مازونة. ومن بعد العملية نجحت شوية العملية ولا؟ لا لا الحمد لله نجحت العملية. إيه؟ نجحت العملية نفسي راني مرتاحة الحمد لله. هذا أمر الله تعالى جميع المرضى مقاومة المرض بالإرادة والعلاج. العملية في 2022 درها الدكتور بقادة أصيبت بمرض السرطان على مستوى المعدة. اكتشفت بلي اكتشفت انه مرض قديم الحمد لله. نشكر الاطباء مازونة. قمنا هنا بفحوصات طبية للحالات المستعصية وكذلك في نفس الوقت القيام بتكوين مستمر خاص بالاطباء الاخصائيين والاطباء العام. ومن بين الحالات التي وجدت هنا في مركز الفحوصات الطبيه حاله كان يتور رجل مسن كان يتابع هنا في بصفه عشوائيه وكان في حاله تستدعي له التنويم وقمت بتنويمه في. السلام عليكم. اليوم احنا متواجدين بالمستشفى مازونة ولايه غليزان. نشكر السيد مدير مؤسسة المستشفى الصحية لمازونة على التوأمة اللي قام بها هو والأطباء تاع مسبحالين. اليوم نشوفوا باللي القافلة الطبية تنقلت عنا المختصة في أمراض السرطان والأمراض الأورام والسل. اليوم احنا نشوفوا الحضين والأعصاب اليوم نشوفوا احنا باللي نشوفوا المواطنين تقبلوا هذه التوأمة وجاوا بقوة وخذوا نصائح. أنا بصفتي لطرش محمد جيت فت عند الطبيب فت المرض تاعي واستقبلني الطبيب ووجهني أحسن توجيه وشوفوا بلي هذا المرض راه خطير في الجزائر. يعني نتمناو حنايا في كل مؤسسات الدولة أنها تعطينا هذا تاع زانكوني باسكو هذا المرض راه حساس اليوم. فلهذا مستشفى مازونة راه قايم أحسن دور فيه بالعمال تاعو يشوفوه بلي بالطاقم الطبي تاعو قايم على احسن حال. راهم كل خطره يديروا لنا مبادره كيما هذه ويجيبوا لنا اطباء اخصائيين ويوجهونا. نشكرهم كل الشكر. اليوم احنا نطلبوا من وزير الصحه انه يعلم في ولايه غليزان هذه المكاتب تاع امراض السرطان. احنا ماذا بينا في كل دائره يكون هذا الشيء لانه هذا المرض غلب والتشخيص المبكر حاجه شابه. اليوم نشوفوا باللي الناس راهي تشخص مبكرا توجد فيها المرض. فلهذا نطلب من ولايه غليزان انها تعمم لنا هذا الشيء في دائره مازونة كما تعرف. في اطار تجسيد برنامج معالي الوزير المنتظم من التوأمه بين المؤسسات تم اتفاقيه بين المؤسسه العموميه الاستشفائيه مازونة والمركز الاستشفائي الجامعي مستغانم حيث حلت اليوم البعثه للمره الثانيه متكونه من اساتذه في التخصصات التاليه جراحة عامة، جراحة أمراض الأورام والسرطان، طب الأمراض الصدرية والتنفسية، طب الأعصاب، وطب التخدير والإنعاش، وهذا للقيام بالعمليات المعقدة الجراحية بالمنظار والفحوصات الطبية المتخصصة والتكوين في نفس الوقت. ولقد تلقت استحسان كبير من طرف ساكن هذه